الجهاز الفني الفريق الأول لكرة السلة بقيادة كابتن أحمد مرعبي فاضل دلوقتي بين 3 لاعبين أجانب علشان يتعاقد مع لاعب منهم علشان طبعا تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة اللي جاية. الفريق بيواصل تدريباته البدنية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد. طبعا الفريق بيتدرب حاليا من غير الدوليين اللي انضموا لمعسكر المنتخب المفتوح واللي مقام حاليا، وده طبعا استعدادا للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم. اللاعبين الدوليين اللي تم طبعا انضمامهم لمنتخب مصر من صفوف نادي الزمالك هم عمر هشام، احمد ياسر مودي، وليد عبد الجواد، خالد عبد الناصر، ومصطفى كيجو، وعلي حجازي. احنا عارفين طبعا ان الادارة كانت اتعاقدت مع وليد عبد الجواد وخالد عبد الناصر وعبد الرحمن سعد كمان لاعب الغرافة القطري، ده غير مهاب ياسر اللي اجرى طبعا عملية الرباط الصليبي وبيواصل حاليا البرنامج التأهيلي، وكان معانا طبعا في مداخلة وشرح لنا الدنيا كلها هتكون ازاي. في جزء من التأهيل هنا وجزء من التأهيل بإذن الله هيكون بره، ولسه الموضوع الناس بتفاضل يعني ما بين قطر وألمانيا بالتأكيد. كل التوفيق ليه ويرجع لنا بإذن الله في أسرع وقت، ولكن من غير تسرع، إن هو إن شاء الله يكون لما يرجع يكون خلاص مكتمل تماما الشفاء، علشان إحنا مش هنحب فكرة إن هو يرجع لنا في أسرع وقت وكل الكلام ده، يكون فيه تسرع في البرنامج التأهيلي أو كل الكلام ده، لأن الموضوع كمان فيه جانب نفسي. أنا النهاردة لازم بالذات الرباط الصليبي، في ناس كتير تقول لك أنا بخاف ركبتي تخني، فده مصطلح الرياضيين عارفينه وفاهمينه كويس قوي. فعلا هو بيخاف ان ركبته تخونه جوه الملعب بعد ما يعمل العمليه، فده جانب نفسي كبير جدا 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 لازم الناس تشتغل عليه. فبيكون في تاهيل نفسي كمان في القصه، ان انا لو انا نازل الملعب ما بقاش خايف، لان كل ما هتبقى خايف متوتر للاسف الاصابه ممكن ترجع مره تانية، او تبقى خايف تحط رجلك الارض، او خايف تلعب، او فالموضوع ما بيكونش بس عباره عن التأهيل عادي، لا كمان بيكون في جانب نفسي بالتأكيد.